رئيس مجلس القيادة يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة الوضع الإنساني وجهود إحلال السلام في اليمن. عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء يتفقدان أوضاع النازحين في مخيمي الجفينة والسويداء بمأرب. احتفالات جماهيرية واسعة في تعز وحضرموت والمهرة بالعيد 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وحدات ومحاور عسكرية تحتفي بأعياد الثورة اليمنية وتخرج عدد من منتسب الدورات العسكرية. الإصلاح يدين جرائم ميليشيا الحوثي بحق المحتفلين بثورة 26 من سبتمبر ويدعو الحكومة للقيام بدورها. منظمة رايت سرادار حملة الاختطافات الحوثية بحق المحتفلين بثورة 26 سبتمبر طالت 428 شخصاً.